طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا. وإلى العناوين: الرئيس الزبيدي يؤكد بأن المهرة تمثل أهمية استراتيجية وبعدا تاريخيا وحضاريا للجنوب. محافظ حضرموت يناقش مع رؤساء الشعب وقادة الوحدات والألوية بالمنطقة العسكرية الثانية مستجدات الأوضاع العسكرية بالمحافظة. ميناء المكلا يشهد مراسم وصول القاطرة البحرية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. نقابات عمال حضرموت تعلن عن تصعيد نقابي وجماهيري تهديدا بحالة الغلاء الفاحش والانهيار المتواصل للعملة. متحف المكلا بين حاضر جميل وماض أجمل. أهلا بكم. أشاد رئيس الوزراء بحكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك بالدور البريطاني الحريص على إحلال الأمن والاستقرار في البلاد وما تبذله من جهود على المستوى الثنائي والدولي وفي مجلس الأمن. ونوه رئيس الوزراء خلال استقباله سفير المملكة المتحدة مايكل آرون بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لدى بلادنا بما بذله أثناء فترة عمله من جهود لخدمة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث اللقاء التحركات الدولية لإحلال السلام في بلادنا وما تواجهه من رفض وتعنت من قبل ميليشيا الحوثي المستمرة في تصعيدها ضد المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. وناقش اللقاء دور المملكة المتحدة في دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحشد الدعم الدولي لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها وتخفيف معاناة المواطنين. بدوره عبر السفير البريطاني عن تقدير ودعم بلاده للحكومة منوها بما حظي به من تعاون ومشاعر طيبة أثناء فترة عمله. في العاصمة عدن التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وكيل محافظة المهرة والقيادي في الحراك الجنوبي سعيد سعدان. وخلال اللقاء أكد الرئيس الزبيدي على أن محافظة المهرة تمثل أهمية استراتيجية وبعدا تاريخيا وحضاريا للجنوب، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يولي المهرة أهمية كبيرة ويضعها في سلم أولوياته. وشدد الرئيس الزبيدي على ضرورة العمل بوتيرة عالية لتحسين الأوضاع العامة في المهرة وتثبيت مرتكزات الأمن والاستقرار فيها. بدوره قدم الوكيل سعدان للرئيس الزبيدي شرحا حول أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل السلطة المحلية في المهرة والاحتياجات الضرورية والتي من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع العامة في المحافظة. إلى شأن الحضرمي، ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرع سلمين البحسني بالمكلا اجتماعا لرؤساء الشعب وقادة الوحدات والألوية بالمنطقة العسكرية الثانية لمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بمستجدات الأوضاع العسكرية في المحافظة. وخلال الاجتماع استمع محافظ حضرموت إلى تقرير موجز عن الحالة العسكرية والأمنية بالمحافظة ومدى تعاون المواطنين من أبناء المحافظة مع منتسبي قيادة المنطقة العسكرية الثانية. وشدد المحافظ على أهمية رفع الجاهزية القتالية في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن ورفع مستوى الانضباط والتدريب والتأهيل في الوحدات العسكرية، لافتا إلى أن ضرورة الاستجابة للخطة التي سيتم إقرارها والتي تشمل معسكرات تدريبية وبدء تدشين التدريب في المدرسة القتالية لتأهيل كوادر وطنية مخلصة وقادرة على حماية حضرموت وحفظ أمنها واستقرارها. تسلمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت القاطرة البحرية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والواصلة لبناء المكلا، وستعمل على تقديم الخدمات الملاحية في بناء المكلا والمساعدة في إرساء السفن في أرصفة الميناء وخدمات القطر والإنقاذ. على رصيف ميناء المكلا رست القاطرة البحرية الثانية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة كدعم استحقته حضرموت لتقديم خدمات الملاحة والمساعدة في الإرساء على أرصفة الميناء. وعلى الرصيف نفسه أيضا احتفت سلطة حضرموت بالدعم الإماراتي مستذكرة الأيام الماضية التي وقفت فيها الإمارات بجنب حضرموت ملبية نداء الواجب. أشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم المستمر
على هذا التفاهم الدائم للصعوبات التي تواجهها حضرموت. أشكر شيوخ دولة الإمارات جميعا من أكبرهم إلى أصغرهم، وأشكر الشعب الإماراتي على تضامنه مع حضرموت ومع اليمن. مراسم التسلم انطلقت بجولة للمحافظ ومسؤولي الميناء وسط القاطرة البحرية والتعرف على أهميتها البالغة والمواصفات التي تتوفر عليها كقوة السحب والدفع والعمل بمحركين. القاطرة بتعزز الجانب الملاحي عندنا. عملنا خلال الفترة السابقة على قاطرة واحدة لمدة 4 سنوات كاملة أو 5 سنوات كاملة، والقاطرة اللي عملناها بها أيضا كانت مهداة من الهلال الأحمر الإماراتي. الدعم الإماراتي يأتي في سياق العطاءات اللامحدودة التي شملت تأهيل الأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية، إضافة لمنح الدوائر الحيوية معدات وإمكانيات تنهض بمستوى العمل وجودته. مرحلة جديدة من الدعم الإماراتي تصل هذه المرة لميناء المكلا القاطرة البحرية، التي ستخفف كثيرا من أعباء الحركة الملاحية في شريان حضرموت البحري. لقناة المكلا، باسل بمعس. عقد المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمالي حضرموت اجتماعا استثنائيا لمناقشة آليات التصعيد النقابي والجماهيري، الذي دعا الاتحاد لتنفيذه تنديدا بحالة الغلاء الفاحش والانهيار المتواصل للعملة المحلية. ولفتت قيادة الاتحاد في اجتماعها إلى أنها ستلجأ للتصعيد بتنفيذ حراكات واعتصامات وعصيان مدني، مقرة بذلك تدشين البرنامج التصعيدي برفع الأعلام الحمراء على إدارات ومؤسسات الدولة والمركبات وإصدار بيان توضيحي للبرنامج التصعيدي. وأكد الاجتماع على ضرورة التركيز على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي، مشددا على أهمية تطوير عمل النقابات وأدائها على كافة الأصعدة. ودعا الاجتماع جماهير المحافظة ومنظمات المجتمع المدني إلى مساندة الاتحاد في تنفيذ البرنامج انتصارا لحقوقهم وتنديدا بعجز وفساد الشرعية الذي يتسبب في إفقار الشعب وهلاكه. تم الاجتماع بعد جهود كثيرة، والآن بحضور هذا الاجتماع إن شاء الله سيكون هناك مخارج عملية على الساحة في الواقع، سواء كان في الدوائر الحكومية أو على مستوى التصعيد في العصيان المدني، فهذا بيكون أمر واقع نحسه على الواقع. ومن خلال هذا الاجتماع أنتم الآن لمستموه، سيخرج يصدر هناك بيان مختصر في عملية برنامج تصعيدي إلى أن نصل إلى العصيان المدني. الاجتماع أتى للبحث في خطوات التصعيد التي سيتخذها الاتحاد لمجابهة الأوضاع التي تعيشها ويعيشها عمال محافظة حضرموت وكافة مواطنيها. أقر الاجتماع اليوم مجموعة من الخطوات التصعيد، وأقر برنامج نحن في طور إعداد البرنامج الزمني لها، وسيتم إصدار كل هذا في بيان خاص يعمم على الجميع. دشنت بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت اختبارات المفاضلة على القبول العام للعام الجامعي 2021 و2022، حيث تقدم الاختبارات المفاضلة على تخصصات الطب البشري والصيدلة والمختبرات الطبية أكثر من 1450 متقدما للمنافسة على المقاعد المخصصة للقبول العام. وستجري اختبارات المفاضلة للمتقدمين إلى كليات الجامعة الأخرى من تاريخ 31 من شهر يوليو وحتى تاريخ 8 من شهر أغسطس، فيما بلغ عدد المتقدمين وفق نظام القبول العام في أكثر من 55 تخصصا علميا في كليات الجامعة 3800 متقدم ومتقدمة، إلى جانب متقدمين للقبول على مقاعد القبول الخاص والنفقة الخاصة ونظام التعليم الموازي والتعليم عن بعد بكلية التعليم المفتوح بالمكلا ومركز التعليم المفتوح بالغيظة في محافظة المهرة. أعداد الطلاب الذين تقدموا لهذه الامتحانات، امتحانات المنافسة على القبول، نحو 1400 طالب وطالبة توزعوا على عدد من القاعات. الامتحان في المواد موحدة، التخصصات التي يتنافسون عليها هي الطب البشري والصيدلة والمختبرات الطبية. طبعا العدد الأكبر من المتقدمين هو في تخصص الطب البشري،
أقل من هذه الأعداد هي الأعداد المتقدمة لتخصص المختبرات الطبية وتخصص الصيدلة. زار وفد من ممثلي عدد من قبائل نوح مقر الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، التقوا رئيس الهيئة العقيد سعيد المحمدي. تطرق اللقاء إلى الاحتياجات الملحة لمناطق قبائل نوح من المشاريع الخدمية والتنموية، حيث عبر ممثلو نوح عن دعمهم ومساندتهم للمجلس وتأييدهم المطلق لجهوده وتحركاته الهادفة لاستكمال تحرير الجنوب واستعادة دولته المستقلة. من جانبها رحبت قيادة انتقال حضرموت بزيارة وجهاء قبائل نوح معبرة عن تقديرها وشكرها لجهودهم وإخلاصهم للجنوب، مثمنة مواقفها النضالية وتضحياتهم في نصرة القضية الجنوبية ومشاركتهم في مختلف الفعاليات التي دعا إليها المجلس. ابتهاجا بموسم نجم البلدة السياحي، نظم بمتحف المكلا فعاليات أسبوع البلدة شملت عددا من المعارض التاريخية لإبراز التراث الحضرمي الأصيل. ضمن فعاليات موسم نجم البلدة السياحي بمتحف المكلا الواقع بقصر السلطان القعيطي، نظمت فعاليات أسبوع البلدة شملت عددا من المعارض الفنية المختلفة التي تحكي عن ماضي حضرموت وما فيها من آثار تاريخية. فعاليات أسبوع البلدة تضمنت العديد من المعارض، منها معرض لمتحف سرار بالمشقاص بالريدة وقصيعر، ومعرض المعماريين، ومعرضا لصور التراث البحري، كما شملت إبرازا للزي التقليدي لجيش البادية الحضرمي الذي كان له ظهور ملفت نال إعجاب الزائرين. دشنا في الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت وبالتزامن مع موسم مهرجان البلدة السياحي عدة معارض وفعاليات في متحف المكلا وفي حصن الغويزي. تضمنت هذه المعارض معرضا لمتحف سرار بمنطقة الريدة وقصيعر، يمكن للزائر اليوم أن يستعرض ويرى مقتنيات متحف سرار بزيارته لمتحف المكلا. أيضا معرض آخر موازي وهو معرض المعماريين اليمنيين، هناك الحمد لله إقبال أكثر من ممتاز من قبل المواطنين لزيارة متحف المكلا والاطلاع على معارض المتحف في موسم البلدة في أسبوع البلدة بمتحف المكلا. إقبال أكثر ممتاز، نحن سعداء جدا برؤية هذه السعادة على وجوه هذه الناس. زوار متحف المكلا وقاصديه للتعرف على تراث حضرموت والتاريخ العريق لها أكدوا على أحقية حفظ وتوثيق هذا الموروث الثقافي، وتراث عانى كثيرا من الإهمال والعبث والتخريب. أول شيء انبهرت بتصميم القصر، يعني صراحة الأول مرة أشوفه فبهرت به، يعني بحكم أنه تصميم قديم يعني. أما المعرض شيء صراحة لا يوصف صراحة، يعني من أشياء تاريخية وقديمة، شيء صراحة رائع يعني. في الحقيقة اليوم سعدت بزيارة قصر المعين في هذه الاحتفالية بمناسبة موسم البلدة السياحي. حقيقة يعني لقد أعيد لقصر المعين رونقه بعد الترميم والاهتمام وتحويله إلى متحف المكلا بقيادة الأستاذ رياض بكرموم. متحف المكلا شهد في الآونة الأخيرة نشاطا غير مسبوق، وغدت ساحته الواسعة مسرحا لمعارض الصور وإقامة الفعاليات الثقافية والفنية. أصدرت بعض منظمات المجتمع المدني والمكونات الشبابية والنسوية في محافظة حضرموت بيانا عبرت فيه عن رفضها وتنديدها بمحاولات فتح مكتب للبرلمان اليمني وعقد جلسته في مدينة سيون. وأوضح البيان أن هذا المجلس المنتهي شرعيته ليس فيه تمثيل حقيقي لا لحضرموت ولا للجنوب، مؤكدا أن الشعب لن يقبل أن تتخذ الشرعية من الجنوب وطنا بديلا أو أن تتحول قضيته الوطنية التحريرية إلى مجرد أزمة سياسية داخلية. ودعا البيان الشعب إلى رفض عقد هذه الجلسة بكل الوسائل السلمية المتاحة. أعلنت قوات التحالف العربي عن اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهم الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة جازان.
وأوضح التحالف عبر وكالة الأنباء السعودية واس إلى أنه تم إحباط محاولات الميليشيا الحوثية بتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جازان، مؤكدا بأنه يتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مبينا أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيات الحوثية. الآن إلى أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. نشر تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس الزبيدي يؤكد بأن المهرة تمثل أهمية استراتيجية وبعدا تاريخيا وحضاريا للجنوب. محافظ حضرموت يناقش مع رؤساء الشعب وقادة الوحدات والألوية بالمنطقة العسكرية الثانية مستجدات الأوضاع العسكرية بالمحافظة. ميناء المكلا يشهد مراسم وصول القاطرة البحرية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. نقابات عمال حضرموت تعلن عن تصعيد نقابي وجماهيري تنديدا بحالة الغلاء الفاحش والانهيار المتواصل للعملة. متحف المكلا بين حاضر جميل وماض أجمل. سيدات والسادة، قدمنا لحضرتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا، ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية جرد زيارة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تي في. في أمان الله.